السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أحبتي إلى دورة البراغماتيكس. اليوم إن شاء الله سننتقل إلى الدرس 13، هذه محتوياته. إذا محتويات الدرس 13 Types of Speech Acts. طبعا تكلمنا عن Speech Acts وعرفناها وعطينا أمثلة، لكن في عندنا أنواع. الأنواع الثلاثة هي مهمة لأنه يعني بتعطينا فكرة واضحة أكثر عن Speech Acts. النوع الأول اسمه Locutionary Acts، والثاني Illocutionary Acts، والثالث Perlocutionary Acts. إذن هذه هي الأنواع الثلاث. كفكرة مختصرة عن Speech Acts الثلاث أنواع، Locutionary Act لازم يكون Meaningful Utterance، لازم يكون تعبير له معنى. يعني إذا ما كان له معنى بالنسبة للمستمع أو السامع ما بكون اسمه Locutionary Act. Illocutionary Act لازم هذا التعبير يحمل نية أو قصد. شو نقصد بهذا الكلام؟ إنه هل قصده إنه يطلب، يعني to make a request، ولا قصده إنه to invite، ولا قصده إنه to inform؟ يعني بكون في قصد في كلام المتكلم، وأيضا القصد يفهمه السامع. راح نفصل في هذا الكلام إن شاء الله. النوع الثالث Perlocutionary Act هو أثر أو التأثير بتركه النوع الأول والنوع الثاني على المستمع أو على السامع. هل يترك أثر؟ راح نتكلم عن طبيعة الأثر وأنواع الأثر. إذا هذا النوع الأول Locutionary Act. طبعا هاي الأصناف الثلاث صنفها اللي هو جي أوستن في كتابه اللي زي ما قلنا اللي طبع في 1962. إذا النوع الأول Locutionary Act المقصود فيه لو نترجم نقول الفعل التلفظي اللي هو المعنى الحرفي الذي يؤديه اللفظ أو العبارة. يعني هنا في حرفية في المعنى. The locution is the grammatical structure of the utterance and the literal meaning of the utterance. المعنى الحرفي للتعبير أو العبارة بنحكيها. The following examples show the different grammatical forms that an utterance can have. طبعا في أشكال يظهر فيها هذا النوع من الـ speech acts. النوع الأول هو ممكن يكون على شكل جملة خبرية declarative. مثلا أقول لك you are generous، هاي جملة خبرية. أو ممكن نشوفه على شكل سؤال، وفي عندنا نوعين من الأشكال، ممكن يكون closed interrogative أو open interrogative. closed طبعا اللي هو yes no question، are you generous؟ ليش سمناه closed؟ لأنه ممكن جوابه ب yes أو no. لكن عادة الـ open interrogative بكون مفتوح، وبالتالي WH words عادة بنبدأ فيها يعني الـ open questions. إذا نوعين من الـ interrogative في هذا النوع من الـ speech acts. وفي عندنا imperative اللي هو أمر، be generous، كن كريما. والـ exclamative اللي هو التعجب، how generous you are، how generous you are. إذا هاي الأشياء اللي بنشوف فيها locutionary act. خلينا بس نرجع شوي، قلنا انه لازم يكون meaningful. هنا قلنا لازم يكون meaningful utterance، يعني التعبير يكون بالنسبة للسامع لازم يكون له معنى. يعني خلينا ناخذ مثال. لو افترضنا انه في عندنا شخص من اندونيسيا وساكن في امريكا وبتكلم مع واحد أمريكي باللغة الأندونيسية البحاسة، وقال له أبا كبار باك. طبعا بالنسبة للأمريكي هذا التعبير ليس له أي معنى، تمام؟ وبالتالي يعني ما بكون في أي ردة فعل. إذن هذا أبا كبار باك ما بنعتبره Locutionary Act. ليش؟ لأنه ما له معنى بالنسبة للأمريكي. طيب لو أجى الآن هذا الأندونيسي وتكلم، يعني ترجم هذا التعبير وأحكاه بالإنجليزي،
So when the speaker said, how are you, sir? Then the American would understand and it is a form of locutionary act. هذا الآن أصبح جزء من أو الشكل من أشكال locutionary act. ليش؟ لأنه أصبح meaningful. إذن هذا أصبح meaningful وبالتالي أصبح شكل من أشكال locutionary act. لكن هذا ما بنعتبره بالنسبة للسامع ما بنعتبره locutionary act لأنه غير يعني ما له معنى بالنسبة للسامع. إذن هذا هو النوع الأول وتقريبا بركز على نقطتين اللي هو المعنى الحرفي للتعبير وأن يكون هذا التعبير meaningful له معنى. النوع الثاني زي ما قلنا أنه بتعلق بالintention يعني بالقصد أو النية يعني وترجموه الفعل الإنجازي لأنه بكون فيه إنجاز فيه action يقوم فيه المستمع. What the speaker tries to convey with the words. يعني أحيانا المتحدث بيتكلم بكلام لكن في قصده معنى آخر يعني بده يوصل المعنى آخر ما بده السامع يفهم منه المعنى الحرفي. هذا النوع إذا بيعتمد على speaker والhearer المتحدث والسامع. إذا في هاي الحالة ليس المعنى الحرفي الذي أقصده المتكلم وإنما معنى آخر يقصده في ذهنه ويريد من السامع أن يفهمه ويقوم بفعله. An utterance is produced with some function in mind. Thus it has a so-called communicative force. هذا communicative force اللي هو speaker's intent يعني القصد أو النية اللي في ذهن المتحدث. الآن لو أخذنا إحنا عبارة لاحظتوا لو أخذنا الآن عبارة it is cold in here هذا المعنى الحرفي إنه الجو بارد هنا. يعني خلينا نفترض إنه أنا جالس مع واحد في بهو الفندق ومنطقة الريسبشن يعني منطقة الاستقبال وبقول له it is cold in here يعني بعبر له هنا على درجة الحرارة في المكان وفقط يعني مش عاوز يقوم بشيء. في هاي الحالة هذه العبارة بتكون locution. ليش؟ لأنه لم ينتج عنها فعل وإنما بنتكلم عن المعنى الحرفي للمكان عفوا للجملة أو التعبير. لكن في سياق آخر قد أكون أنا عند زميلي مثلا وبقول له it's cold in here فهو راح يفهم شيء. أنا قصدي أنه يعني أغلق النافذة أو شغل المدفع أو شغل المكيف على الحار لأنه هنا برد. فأنا يعني حكيت العبارة هاي لكن قصدي ها الآن في قصد في نية أنه يفهم أنه يغلق النافذة أو شغل المدفع فهو قام وأغلق النافذة أو شغل المدفع. إذن في هاي الحالة في هاي الحالة اللي نتج عنها فعل نتيجة قصد أو نية بنسميها الفيوجن. إذا نفس التعبير نفس التعبير نفس الجملة لاحظتوا إذا كان أخذنا المعنى الحرفي بتكون الفيوجن وإذا أخذنا المعنى المتعدي اللي في نية وقصد إذا بنسميه الفيوجن. إن شاء الله يكون واضح الفرق بينهم. النوع الثالث perlocutionary act هذا بتكلم عن الفعل التأثيري. يعني الآن فعل التأثير قد يكون intended or unintended يعني المقصود أو أثر مقصود أو غير مقصود. لما نفهم شغلة أنه التأثير ليس فقط على المشاعر السامع أو المخاطب قد يكون أيضا على أفكاره أو على أفعاله. إذا الأثر المقصود أو غير المقصود الذي يتركه التعبير عن مشاعر وأفكار أو أفكار أو أفعال السامع أو المخاطب هذا بنسميه perlocutionary act. نأخذ مثال speaker I am hungry واحد بقول I am hungry السامع سمعه شو عمل goes to the restaurant and buys him a sandwich بروح للمطعم وبشتري له ساندويتش. إذا هذا التعبير ترك أثر
هذا التعبير ترك أثر على السامع، التعبير اللي نطق فيه المتكلم ترك أثر على السامع وراح اشترى له سندويشة. إذا هنا في أثر. لاحظوا هنا example 2 نفس الشيء speaker there is a bee on your head، في نحلة على رأسك. طبعا هنا في أثر، الأثر إنه hearer hits the bee with his hand، يعني بضرب النحلة بإيده. هل كان هناك تأثير لعبارة المتكلم على السامع؟ طبعا بالتأكيد، مضى الساكن اتحرك وضرب النحلة. example 3 boy and girl you are very beautiful girl thank you blushed blushed يعني احمر وجهها خجلا. إذا ترك هنا أثر على المشاعر، على مشاعر الفتاة. إذا التعبير اللي بترك أثر على السامع، سواء هذا الأثر كان على المشاعر أو الأفكار أو الأفعال feelings, thoughts or actions، هذا الفعل بنسميه perlocutionary act. بهذا نأتي إلى نهاية الدرس 13، هذه عناويننا للتواصل، وإلى اللقاء في الدرس 14 بعون الله، فأمان الله.